يعني كثيرا بنسمع جدال دائما، هذا الجدال اللي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كروية الأرض، الأرض مسطحة، الأرض كروية، هذا عنده إثباتات، هذا عنده إثباتات. أنا صراحة من الناس اللي بحبش أفوت حالي بهذا الجدال يعني، ولكن دائما هذا النقاش موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، والبعض ما زال ممكن وبدافع عن وجهة النظر اللي بتحكي إنه الأرض مسطحة. الفيديو اللي راح نشوفه هلا راح نحكي فيه بشكل علمي عن كروية الأرض، خليكم معنا.